هل امبارح بيتسو موسيماني كان مضطر لبعض الامور من زاويه ان هو محتاج يريح لعيبته استعدادا للقاء سان داونز، فده افقده مثلا كروت قد تكون رابحه على الاقل في الجزء الاول من المباراه، الشوط الاول من المباراه؟ يعني كابتن ايهاب جلال ما عندوش التحفظ ده، مش محتاج يريح لعيبه معينه، لكن مثلا بيتسو موسيماني لا، وشفنا ان هو ما ابتداش بالسوليه من اول. يعني هل النوع ده من الامور ممكن يعطل خطط المدرب او يعطل طموح الفريق في الفوز؟ يعني بعض الشيء ممكن يكون تعطيل مثلا شوط زي ما احنا شفنا، لكن مش مباراه كامله. وهو برضك ذكاء منه وتدويره بصفه احترافيه، هو شايف ان لعيبه المنتخب بالذات اللي مجهده اكتر طبعًا من اي حد طبعًا. من دول بقى لهم يمكن دي السنه الثالثه على التوالي مستمرين في المباريات الخارجيه والداخليه وكاس مصر ودوري وافريقيا وابطال الانديه العالم. فهو راحته للسوليه عارف ان هو الشوط الثاني هيحتاج السوليه بشكل كبير. في نفس الوقت برضك في توازن، بدل ما يلعب 90 دقيقه يلعب 45 دقيقه، فلما هينزل فريش، وده اللي حصل. يعني الورقه البديله اللي اضافها مستر موسيماني يعني من اجمل الاهداف اللي احنا شفناها بالنسبه للسوليه. راجل استلام بشكل كبير جدا، وبعدين بليسنج في الزاويه البعيده، يعني هدف من ضمن الاهداف الجميله. وانا عايز اقول كمان يا كريم ان حتى اللعيبه روحها مع بعض، حتى في التدوير في بعض اللعيبه وانت بتدورها ممكن تبقى زعلانه. شوف بقى الكلام بتاعت لعيبه النادي الاهلي، احنا نتمنى التوفيق لاي حد ممكن يقعد على الدكه. صحيح التصريحات، صحيح اللي قالها عمرو السولية. ويمكن كريم فؤاد الوافد لسه من انبي بيقول لك انا سعيد جدا ان انا وانا قاعد على الدكه مع النادي الاهلي، لكن انا في منتهى السعاده. الروح دي يا كريم بتنعكس على اداء اللعيبه بشكل كبير بصراحه. روح الجماعه اللي هي دي موجوده في سمه النادي الاهلي. الرقيه كابتن ماهر، ده احنا شفنا انا وكريم قلنا النقطه دي في بدايه الحلقه، احنا شفنا حتى لعيبه الاهلي الحاليين مع السابقين اللي كانوا موجودين وانتقلوا لنوادي اخرى، منهم احمد فتحي على سبيل المثال، قد ايه كان في لقاء محترم اكرامي، كلهم بيسلموا على بعض، في روح حلوه. هي دي الرياضه في الاول في الاخر، ملهاش علاقه. فدي اخلاق النادي الاهلي، يعني مفيش حاجه اسمها مشكله ان حد انتقل او غيره. في الاول في الاخر كان موجود. الميديا والصحافه هتشتغل على ايه يا ست الكل؟ ولازم ينفخوا في النار ويعملوا ضغينه ينتج عنها منشورات تجذب الناس. وانا عايز اقول لك ان الفير بلاي ده طلع من النادي الاهلي. صح. يعني النادي الاهلي هو اللي بيعلم الدنيا كلها. وبعدين النادي الاهلي كمان في ميزه، لعيبته اللي بيختارها فيها شكل من روح النادي الاهلي. ايوه سمه النادي الاهلي، تحس الانضباط، تحس الهدوء، تحس الاخلاق، اللعب النظيف، مفيش اعتراض على اي حكم، مفيش اعتراضات على اي قرارات. فاللي بيخش المنظومه دي فعلا بيمتثل وبيبدا يتعايش مع مبادئ النادي الاهلي. وعلى فكره حتى جماهير النادي الاهلي برضو لها عندها خصوصيتها، يعني طريقه تعاملها مع الامور والمنطق اللي بتتعامل بيه مع الاحداث والكبوات والتعثرات في بعض الاحيان. لا ده جمهور منطقي قوي وواعي ويعني وليه رؤيه، يعني حقيقي مش مجرد مثلا تعصب والسلام، بيبعدوا عن المنطق لان هم متضررين من حاجه معينه، لا بيربطوا الامور بالمنطق في اغلب الاحيان. جمهور النادي الاهلي يا كريم ضلع من اضلاع النادي الاهلي طبعا، يعني ضلع من اضلاع النادي الاهلي الاساسيه، صاحب ومشارك بشكل كبير جدا مع النجوم دول، مع الجهاز الفني ده، مع مجالس اداره النادي الاهلي من 1907. جمهور النادي الاهلي هو اللي عمل المنظومه دي. جمهور النادي الاهلي بصراحه له فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى على نجوميتنا ونجوميه كل الاجيال اللي قبل كده واللي جايه. وبعدين عايز اقول لك حاجه كريم، يعني احنا كان وحشنا الجمهور بقى لنا 3 سنين بصراحه. الملاعب مع الاسف انت لما بتجيب جول يا عيني مش عارف تفرح. ليه؟ ايوه صح، مفيش جمهور طبعا. فالجول بتاع امبارح بتاع السوليه ده اللي راح في المقص او افشل الجول الاولاني او شريف الجول الثالث. أيوة. شوف اللعيبه الهستيريا والجري والشعور بتطلع من قلبك، يعني واخد بالك ليه؟ لان في جماهير موجوده عماله تحييك. اول لعيب بيحرز هدف عاده اول حد بيجري ناحيته هو جمهور، حتى مش زمايله. لا 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 يعني هو وزمايله بيروحوا للجمهور بالظبط، لان هو بيشوف فرحتهم ويشوف هتافاتهم. امبارح المشهد كان اكثر من رائع بصراحه، يعني حاجه كانت تفرح. يعني انا يمكن كنت بقول نهوان بجمله، النادي الاهلي يا كريم في حته تانية خالص بصراحه. يعني النادي الاهلي نادي عالمي، تحس بالعالميه. يعني احنا بصراحه اقوى من الدوري المحلي
واقوى من الدوري العربي واقوى من الدوري الافريقي. طب نروح فين؟ عايزين نتنقل بقى بصراحه يعني حقيقي.